الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر الباطن بتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا لكتاب شرح كتاب التوحيد، التمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، وكتاب التوحيد للشيخ إسحاق بن زيد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 29 من صفر لعام 46 و400 و1000 الموافق الثاني من شهر التاسع لعام 24 و2000، وقد بلغنا بفضل الله وتوفيقه باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. بارك الله. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. فالاستعاذة عبادة، والعبادة حق من؟ حق الله عز وجل. فمن صرف حق الله عز وجل لغير الله، ولو صرف بعض حق الله لغير الله، فقد أشرك. ولكن تعلمنا بأن السين والتاء لأي شيء يا إخوان؟ للطلب. الاستعاذة يعني طلب العوذ، الاستغاثة طلب الغوث، الاستغفار طلب المغفرة، الاسترحام طلب الرحمة، الاستسقاء طلب السقيا، الاسترقاء طلب الرقية. واضح؟ فغالبا تأتي هذه السين والتاء إذا كانت يعني زائدة، معناها الطلب. والاستعاذة بالله عز وجل أمر عظيم وجلل ما يستغني عنه مسلم. لماذا؟ لأن الشرور كثيرة خلقها الله عز وجل وابتلى بها العباد، فأنت محاط بشرور كثيرة، منها الشيطان، تستعيذ بالله من الشيطان، ومنها شياطين الإنس والجن، ومنها تستعيذ بالله من الحسد، وتستعيذ بالله من السحر، وتستعيذ بالله من شر نفسك. شوف، حتى نفسك نعوذ بالله من شرور أنفسنا، تستعيذ بالله من الهوى، تستعيذ بالله من أهل البدع، تستعيذ بالله من أهل الحاد. الشرور كثيرة جدا محيطة بالإنسان، فلا يكاد أن يخرج من شيء إلا وواجهه شيء آخر. تستعيذ بالله من الهوام، من الثعابين، من العقارب، لعن الله العقرب، لا تدع نبيا ولا غيره إلا لدغته. الشرور كثيرة، منها من يعترض بلا سبب لمجرد إيش؟ رغبة في الشر، شياطين الإنس والجن. فلذلك المسلم بحاجة ماسة إلى أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى حتى يعيذه من هذه الشرور كلها. وأعظم ما تستعيذ به من الشرور أن تحافظ على قراءة المعوذتين، فإن الله عز شرع للمسلم أن يقرأ هاتين السورتين وفيهما الاستعاذة بالله من كل الشرور، لو لم يكن فيها إلا قوله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فكل مخلوق خلقه الله عز، سواء يحبه أو لا يحبه. من خلق المخلوقات؟ الله عز، حتى الشياطين، حتى الجن، حتى الكفار، الله خالق كل شيء. فأنت تلجأ إلى الله عز وجل الذي خلق كل شيء، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، تطلب منه العوذ، يعني تلجأ إليه ليعيذك، أي ليحميك ويقيك شر كل ذي شر خلقه الله عز وجل وناصيته بيده. هذه إيش فقط؟ إيش؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا أقدم. تقدم مع شرور، ها، يعني في هوام ودواب وجن
وسراق ينتشرون متى يا إخوان؟ ليلا. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، يعني الساحرات. السحر كثير جدا، حتى بعض الناس من المطلعين على السحر ومشاكل السحر والمسحورين يقول يمكن ربما لم يبقى بيت في البلد ما دخلوا السحر. تصوروا، حتى للأسف القوانين الوضعية هذه ما تعاقب الساحر، يعني ما سوى شيء، كيف ما في عقوبة يعني يعاقب فيه ماذا؟ من؟ الساحر. تصوروا، فمن يعيدك حينئذ؟ الله عز وجل. أنت بحاجة ماسة، لا، نحن بحاجة إلى المعوذتين أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب والهواء. شرور من كل مكان، شيء تراه شيء ما تراه. ومن شر حاسد إذا حسد، يقال الحسد في كل جسد، حتى أن الإنسان لا يحسد نفسه. تصوروا، وهذا ما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يعجبه في ماله أو مال أخيه فليبرك. وفي ناس حسد نفسه، من زمان ما رجعت المستشفى، حسد نفسه قال من زمان ما توفي أحد قريب، ما رحت المقبرة، من زمان ما ذهبت للمقبرة، من زمان ما صار كذا، من زمان ما في أحد من أولادي، من زمان ما جات مصيبة مشكلة. شوف، اسأل الله العافية. فالشرور كثيرة، ويحسد الإنسان حتى نفسه. وقال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هو جل وعلا رب الناس، ورب الشيء يعني مالكه، خالقه ومالكه ومدبره، فهو رب العالمين، رب الناس، رب كل شيء. ملك الناس مالكهم، يتصرف بهم كيف يشاء. إله الناس معبودهم المستحق للعبادة. من شر ماذا؟ من شر الوسواس الخناس اللي هو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس. يعني هذا كيف تتخلص منه ما دام هو ايش يسلك الى الصدور؟ تضع له رقابة، تشتكي عليه، تضع حماية على الشبابيك، ما في إلا أن يعيدك الله عز وجل منه، لأنه يجري من هذا مجرى الدم. أنت بحاجة ماسة، ما تستغني عن عوذ الله وحفظ الله طرفة عين. الذي يوسوس في صدور خناس، هذا يخنس عند ذكر الله وعند الاستعاذة بالله من، يعني يتراجع. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. عوام يقرؤون ايش؟ من الجنة، يعني استعذ بالله من الجنة، تسأل الله الجنة، مو تستعذ بالله من الجنة، هي الجنة وليست ايش؟ الجنة. فهذه الشرور العظيمة الجأ بها الى الله عز وجل. لا تلجأ الى غير الله تسأله ان يعيذك من الشر. ولذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. يعني إذا استعذت فاستعذ بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. قال: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه حكاية عن واقعة كانت تقع في بعض أحياء العرب. إذا سافروا مروا ببعض الوديان، وهذا الأودية فيها من الجن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فماذا يفعلون؟ يتعوذون من سيد هذا الوادي من سفهاء، أو يتعوذون بسيد هذا الوادي من سفهاء. فهذا الجن الكبير الزعيم في الوادي، العرب في جاهليتهم يستعيذون به حتى يقيهم شر الجن الذي هم أدنى منه. فما الذي حصل؟ قالوا: أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. قال: فزادوهم رهقا، أي خوفا وذعرا، لأن الشيطان له خطوات. لا تظن أبدا أن الشيطان إذا أطعته بشيء سيتوقف، بل كلما أطاع أحد في شيء ساله ما هو أكبر، فيزيده قلقا خوفا اضطرابا. لا تظن أن الشيطان من تبعه واستجاب له فإنه سيتوقف عند حد، كلا، بل كما قال الله عز وجل: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يريد أن يوقعهم بأشد ما هو متصور، وهو أن يقع في الشرك فيكون مخلد في نار جهنم. هذه الدرجة الأولى عنده.
حتى إنه لا يدعو بني آدم إلى أن يعبد من دون الله عز وجل، بل وأنه أقسم بين يدي الله عز وجل بعزة الله جل وعلا أنه لا يغوين بني آدم أجمعين، لا يغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. لما أخرجه الله وطرده من رحمته وقال إنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين، أقسم لا يضل أكبر عدد وأكبر قدر من بني آدم. قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم لك صراطك المستقيم، ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين. عدو، ربنا قال لنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. والشياطين هذا له ذرية، أفتتخذوه وذريته من دون أولياء بئس للظالمين بدلا. له جنود كثر، ينصب عرشه على البحر ويرسل جنوده، ففي كل واد في السفر في الحضر في السرف في العلانية الشياطين، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. عداوته قديمة وشديدة، مع ذاك هو كيده ضعيف إذا ذكرت الله عز وجل، إن كيد الشيطان كان ضعيف. لا تستعظمه، بل هو أحقر من ذلك، إذا سمع الذكر إذا سمع النداء ولا وله ضراط 60 ميلا أو قال 70 ميلا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. لماذا؟ لأنه ضعيف عند ذكر الله عز وجل، ولذلك هو عند ذكر الله يخنس. لكن هؤلاء المشركون لم يفهموا التوحيد ولم يحققوه ولم يعظم الله في قلوبهم، فكانوا يدعون الاستعاذة بالله عز وجل ويستعذون بمن؟ برجال من الجن. ماذا حصل؟ قال فزادوهم رهقا. قالوا عن خولة بنت حكيم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. إذا كنت في سفر ولو حتى كنت في حضر، إذا نزلت منزلا فقل هذه الكلمات العظيمة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كلمات الله الشرعية ولا الكونية؟ الكونية يعني المخلوقات، فلو كانت إيش استعاذة بالمخلوقات لكان الاستعاذة بمخلوق، والاستعاذة بإيش بغير الله شرك. إذن هي الكلمات الشرعية. ولذلك استدل أهل السنة على الجهمية والمعتزلة بأن كلام الله صفته تكلم به وليس مخلوق من مخلوقاته. قال لو كانت كلام الله مخلوق لكان النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا يفعل؟ يرشدنا لأن نستعيذ بالمخلوق، والاستعاذ مخلوق شرك، وإنما هي كلام الله عز وجل. فيتعوذ المسلم بكلمات الله وكلماته وصفته والله يتكلم التامات الكاملات بألفاظها ومعانيها وإعجازها وإحكامها وبركتها، تامة من كل وجه. تستعيذ بكلمات الله التامات من ماذا؟ من شر ما خلق. هذا ماذا يا إخوان؟ من شر ما خلق يعني إيش؟ ماذا في العموم؟ كل مخلوق تستعيذ بالله عز وجل بكلمات الله منه. إذا فعلت ذلك قال لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فقد يقول قال قد أقول هذا الذكر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومع ذلك قد يصيب لي شيء، ممكن أو ليس بممكن؟ ممكن. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يضره شيء حتى يرحل. نقول هذا إذا تحققت إيش الشروط وانتفت الموانع. فإذا ضرك شيء وقد قلت هذا الذكر ربما حصل عندك شيء من خلل في الشروط أو وقع مانع من الموانع. وهذه قاعدة عظيمة، أن الأحكام لا تتم إلا مع توفر شروطها وانتفاء موانعها. فقد يكون الإنسان ليس في قلبه من الإخلاص، أو قال ذاك الشاكر، أو قال خلينا أجرب أو إلى آخره. ربنا يقول مثلا وقاربكم ادعوني استجب لكم. من القائل ادعوني؟ ما الذي وعده بالاستجابة؟ الله عز وجل. ادعوني أستجب. فقد يدعو الإنسان ولا يستجاب له، يمكن ما في قلبه إخلاص، يمكن شاك،
يمكن قال خلينا نجرب، ما تقول دعونا استجب لكم، يمكن عنده تعدي في الدعاء، يمكن دعا بمأسمة، يمكن دعا واستعجل الاستجابة، قال دعوت دعوت ولم يستجب لي فيستحسر ويدع الدعاء. ربما دعا الله عز وجل وهو يأكل الحرام، غذية بالحرام، أكله حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام، فأنا يستجاب له. وربما رأى جل وعلا أيضا، هذا وارد وفي الحديث، قد يصرف الله عنك ما سألت لأنك لا تعلم، والله يعلم أنتم لا تعلمون. فمثلا قد يدعو إنسان الله عز وجل أن يوفق بهذه الوظيفة، أن يقبل فيها، يا رب يا رب يا رب يقبلوني يا رب يقبلوني، وهو إيش؟ ليس لصالح، فيصرفك الله عن ذلك وأنت ما تعلم. انتبهتم؟ فقد يصرفك الله لما هو خير لك، وقد يدخر الله لك ذاك أجرا وثوابا عنده يوم القيامة، خير لك من لو استجاب لك ما سألت. فالمسلم إذا جاءت هذه الوعود، هذه الأعمال، هذه الأقوال، عليه أن يعمل بها، وأمر الله نافذ. فإن شاء الله عز وجل أصابك شيء، وإن شاء لم يصبك شيء، وإذا قلت ولم يحصل فربما وجد مانع أو تخلف شرط. لا بد أن تفهم هذا جيدا، حينئذ ما شاء الله تفتح لك أبواب العلم من هذه الحيثية. من صلى البردين دخل الجنة، هل معنى ولو كان يسب الله ورسوله؟ هل معنى من صلى البردين دخل الجنة يعني ويترك صلاة الأخرى؟ هل معنى يقول إيش من صلى البردين، صلى البردين دخل الجنة؟ هل ولو كان كفر الصحابة؟ هل لو كان ينكر، ولو كان ينكر السنة؟ هل لو ولو قال القرآن مخلوق؟ طيب لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى البردين دخل الجنة، لكن بشرط كذا وكذا 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 وبها وألا يكون وألا يكون، هذا مو صحيح، ما يتكلم، ما في أحد تكلم، وإنما تعرف هذا بمجموع الأدلة كما أن الناس يتكلمون. إذا زرتني أكرمتك، يمكن زرتني وأنا مسافر، مو قلت إذا زرتني أكرمتك، أنا زرتك ما وجدتك، طيب أنا مسافر، طيب كان لي ظرف، بس أنت قلت إذا زرتني أكرمتك، طيب قلت، لكن إيش في مانع من الموانع؟ إذا جئتني أتممت لك المعاملة، أتيتني بدون أوراق بدون إثباتات، ولا جاني بعد الدوام، ولا جاني يوم الإجازة، أنت قلت لي تعال لك، طيب أنا يعني لازم أقول لك تعال لي الساعة الفلانية أثناء الدوام، أكيد أثناء الدوام، جاني بعد الدوام كيف؟ صعب ولا لا؟ واحد يتكلم. ولذلك أقرب مثال لتوفر الشروط وانتفاء الموانع، كما لو أعلن لكلية لجامعة لوظيفة لتقديم لأي مكان، يعطونك استمارة، ايش مكتوب في الاستمارة؟ ها، أن يكون أن يكون أن يكون أن يكون، صح؟ بعدين وأن لا يكون وأن لا يكون وأن لا يكون، سمعت أن يكون أن يكون أن يكون، هذه الشروط القبول، لا تقول قبول، إيش اسمه؟ قبول. وأن لا يكون وأن لا يكون هذا إيش؟ موانع. فإن كانت تنطبق عليك توفرت كل الشروط اللي هي أن يكون أن يكون أن يكون، وانتفت عنك كل الموانع أن لا يكون أن لا يكون أن لا يكون، هنا ممكن أن تقبل. انتبهتم؟ هكذا أيضا، هكذا أيضا الأحكام الشرعية، حتى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب ما رأيكم واحد يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله؟ أصلا انتقضت لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله وهو يكفر الصحابة، يقول لا إله إلا الله وهو يكفر بالقرآن، يقول لا إله إلا الله وهو يجحد الصلاة، يقول لا إله الله من غير إخلاص، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، حينئذ هل يتحقق من قال لا إله الله دخل الجنة؟ بل لو قال لا إله إلا الله وأبى أن يقول محمد رسول الله، ها يدخل الجنة؟ معنى الحديث إيش؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن ليس هي قول مجرد، بل لابد أن يقول لا إله إلا الله بشروطه وانتفاع موانعه. وهكذا يقال أن من نزل منزلا فقال أعوذ بك من الله التامات من شر ما خلق، وتوفرت الشروط وانتفت الموانع، ما النتيجة؟
لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذاك. ولذلك لو أن الإنسان كلما قال رقية شرعية أو حافظ على الأذكار وكذا ما يصيبه شيء، إذن يقول الشيخ ابن باز إذن لم يموت أحد. كان كل واحد يقول أذكر هذه صباحا مساء شنو إيش لا يمسه شيء، إذن ما يموت، يعيش ليوم القيامة. لا خلاص، يعني حتى لو قلت الأشياء الشرعية آخر شيء في النهاية ماذا ما يقول الله عز وجل؟ قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا يأتيك قدرك مكتوب وتموت. ليس معنى أنك إذا قلت الأذكار، مثلا من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا لم يضره شيء حتى يمسي، وإذا قال إذا أمسى لم يضره شيء حتى يصبح. طيب واحد ملتزم فيها 100% صباح مساء صباح مساء، معنى أنه ما يمرض؟ لا، ولا بعد ما يكبر بالسن، ولا بعد ما يموت؟ لا، إنما هذا عبادات يتعبد بها العبد وينفع الله بها ما شاء إلى أن يأتي القدر المحتوم. قد جعل الله لكل شيء قدرا. لكن الشاهد من هذا أن التعوذ يكون بالله عز وجل، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بمن؟ بالله. وقال الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق، وقال جل وعلا قل أعوذ برب الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، وهي الكلمات الشرعية، لم من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وعلى هذا بين الشيخ بهذا العنوان العجيب الطيب النافع بأن من الشرك الاستعادة بغير الله تعالى، فاستعذ بالله وحده سبحانه وتعالى. يقول فيه مسائل. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، الثانية أي آية الجن؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهاقا. نعم. الثانية كونه من الشرك. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به من وعد عباضي، يعني يستنقص العلماء الذين استدلوا بالحديث على أن كلام الله صفته وليس مخلوق من مخلوقاته، يقول يعني استدلال ضعيف واستدلال مضحك يسخر، مع أن بالعكس استدلال هذا عظيم وواضح. لو كان كلام الله مخلوق من المخلوقات لكان ماذا يا إخوان؟ لكان هو استعاذة بمخلوق، والعبادة والاستعاذة ماذا؟ عبادة، والعبادة حق من؟ حق الله عز وجل. إذن كلام الله صفته يتكلم الله به، فلذلك يشرع للمسلم أن يستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعم تفضل. قال الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم صحيح تفضل. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الباب عنونه الإمام رحمه الله بقوله، أي إمام؟ الشيخ محمد الوهاب رحمه الله. نعم. بقوله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. وهذا الباب مع الباب الذي قبله والأبواب التي سلفت أيضا كلها في بيان المقصد من هذا الكتاب وبيان الغرض من تأليفه، وأن التوحيد إنما يعرف بضده، فمن طلب التوحيد فليطلب ضده، لأنه أعني التوحيد يجمع بين الإثبات والنفي، فيجمع بين الإيمان بالله وبين الكفر بالطاغوت، فمن جمع بين هذين الأمرين فإنه يكون قد عرف التوحيد. ولهذا فصل الشيخ رحمه الله أفراد توحيد العبادة، وفصل أفراد الشرك، فبين أصناف الشرك الأصغر القولي والعملي، وبين أصناف الشرك الأكبر العملي والاعتقادي، فذكر الذبح لغير الله، وذكر النذر لغير الله، والذبح والنذر عبادتان عظيمتان. فعبادة الذبح عبادة فعلية عملية، وعبادة النذر عبادة قولية إنشاء وعملية وفاء. فالشرك الأكبر الذي ينشئ النذر والوفاء به عمل. نعم. فالشرك الأكبر الذي يكون من جهة العمل أنواع، وقد ذكر منها على سبيل التمثيل الذبح لغير الله، كما أنه ذكر النذر لغير الله مثالا على أنواع الشرك الأكبر الحاصل من جهة القول. نعم.
وكل من الذبح والنذر يصاحبهما اعتقاد تعظيم المخلوق كتعظيم الله عز وجل، وهذا شرك. إذن قلنا احنا في الذبح إذا ذبح على سبيل ماذا؟ التعظيم والتقرب للمذبوح له صارت عبادة، فإن كان تعظيما وتقربا لله هذه عبادة مشروع، فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فإذا ذبح لمخلوق تعظيما وقربة له فقد أشرك. ما يتوعى يقول إذا ذبحت الضيف شرك، هل الضيف تذبح له أنت عبادة له ولا إكراما له؟ إكراما له. وإذاك بعض المستهزئين يقول إذا كان الذبح لغير الذبح عبادة، إذا أكثر الناس عبادة الجزارين طايحين كل يوم ذبح 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 يعني يتعبدون الله بذلك، هل هذا الجزار يذبح يتقرب إلى الله بهذه الذبيحة كالأضحية؟ لا، وإنما إيش؟ يذبح ليتكسب، يذبح ليأكل الناس. فإذا ذبحت لتأكل أو تطعم غيرك أو ضيف أو نحو ذلك هذا ليس بالشرك، ولكن لو ذبحت لصنم أو وثن أو شجرة أو إلى آخره تتقرب إلى هذا المخلوق تعظيما له تنهر الدم، هذا إيش؟ صارت عبادة. ولو تقربت إلى الله بالذبح الذبيحة ونهرت الدم تقرب إلى الله صارت عبادة لله، ولو جعلت ذلك تعظيما وقربة لله ولغير الله صار ماذا؟ شرك. فلا بد أن نفرق، واضح؟ طيب، إذن ولذاك الذبح لغير الله ما ينقسم إلى ماذا وماذا؟ إلى شرك أكبر وأصغر، إنما كله من الشرك الأكبر. نعم. قال وكل من الذبح والنذر يصاحبهما اعتقاد تعظيم المخلوق كتعظيم الله عز وجل، وهذا شرك. قال تعالى يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يحبونهم كحب الله، يعني المسلم يحب الله ورسوله، صح؟ أليس كذلك؟ ما في مسلم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أصل اللي ما يحب الرسول، الذي لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يبغض الرسول هذا كافر، ليس مسلم. طيب أنت تحب الله ورسوله، هل هذا شرك؟ ننظر فصل، هل حبك للرسول صلى الله عليه وسلم عبادة له؟ قل معي لا، ما نعبد الرسول صلى الله عليه وسلم. فذاك نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الله ونحبه لله، ولا نحبه كحب الله، لأن حب الله عز وجل عبادة له، ولذلك العبادة لها أركان، لا بد أن يكون في هذا العمل العبادة حتى تكون عبادة حب لله مع خضوع وتذلل وخوف ورجاء، شفت؟ حينئذ تكون عبادة. انظر إلى محبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم، هل نحب الرسول صلى الله عليه وسلم خضوعا له تذللا له؟ لا، هو صلوات ربي السلام عليه عبد لله، فنحن لا نعبد الرسول صلى الله عليه وسلم. هل نخاف من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل سمعت مسلما يقول إيش اتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل نحن نرجو الرسول صلى الله عليه وسلم نقول يا رسول الله ادخلنا الجنة، يا رسول الله نجينا من النار، يا رسول الله؟ لا، هذا فعل المشركين. إذا سألت الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يقول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم نحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الله ونحبه لله، وحبنا إياه طاعة وقربة لله، لكن لا نحبه عبادة له كحب الله كما يفعل المشركون. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا ماذا؟ يحبونهم كحب الله، يعبدونهم بهذه المحبة. فالذي لا يفرق بين هذا وهذا يظن يقول كيف يعني اللي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم مشرك، اللي يحب زوجته مشرك، يحب أولاده مشرك، هل يحب زوجته أو أولاده أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأولياء كحب الله؟ ترى حب الله عبادته بالحب. فأنت إذا حببت مخلوقا زوجة ولا ولدا ولا والدا ولا والدة هل تحبه عبادة له؟ لا، ما أعبد، أعبد الله، حب حب فطري، ها؟ لكن ما أحبه أعبده، إنما أعبد من؟ الله وحده لا شريك له، واضح؟ طيب لا بد بتفرق بين حب الله ورسوله، فحبك لله حب عبادة الله
وحبك للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حب في الله ولله، وتتقرب بحبك لرسول الله، تتقرب بحبك للرسول صلى الله عليه وسلم لله عز وجل. حتى الصحابة نحن ايش؟ أليس حب الصحابة، قيل ماذا في حب الصحابة؟ حب الصحابة إيمان، وبغضهم كفر ونفاق، لأن حبهم في الله. واضح؟ طيب كمل. قال: وقال تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا قول من؟ هذا قول المشركين إذا دخلوا النار يوم القيامة، يقولون، يقول بعضهم البعض: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، لما كنا في الدنيا، إذ نسويكم، يعني أوليائهم آلهتهم، نسويكم برب العالمين. التسوية هنا كيف يعني سووهم رب العالمين؟ هل كانوا يعتقدون أن أوليائهم أو معبوداتهم كانوا يعتقدون أنهم يخلقون كخلق الله؟ لا، هو نفسهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. لكن ساووا المخلوق بالخالق عندما ماذا فعلوا؟ صرفوا لهم العبادة الذي حق الله عز وجل. ولذلك من صرف العبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله عز وجل. كم عبادة يصرف لغير الله حتى يكون مشركاً؟ واحدة. واحدة يكفي يكون فيها مشرك؟ طيب كم مرة هالعبادة يصرف لغير الله حتى يكون فيها مشركاً؟ مرة واحدة. شددين أنتم، صد وهابي أنتم، ها؟ يعني واحد يعبد الله بجميع العبادات لله وحده ولا شريك له إلا النذر. النذر ينذر لغير الله، إيش هذا؟ مشرك. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب يعبد الله كل العبادات حتى النذر لله وحده، لكن النذر كل سنة مرة، لأنه في قرية مدفون فيها أحد الأولياء، فكل سنة عيد ميلاده هذا الولي ينذر له بالسنة، ما بس السنة مرة واحدة، إيش يعتبر هذا؟ مشرك. لأن ماذا فعلوا أصلا؟ صرفها العبادة التي هي حق من؟ الله وحده لغير الله، أشرك. فلا تستبعد هذا أنه يكون مشركا ولو عبد الله أو عبد غير الله مع الله مرة واحدة في السنة. إيش قلنا نظير هذا؟ الذي يسب الله عز وجل، يسب الله كم مرة يسب الله في السنة حتى يكون كافرا؟ يعني هل مثلا كل يوم، يوم الترك 5 مرات باليوم، 10 مرات، مرة بالسنة، كم مرة سب الله كفيل أن يكون كفرا خارج مخرج من الله؟ مرة. والله لو أن أحدا سب الله مرة واحدة كفر، نعوذ بالله. طيب ولو أشرك مرة واحدة؟ أشرك كفر. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: لئن أشركت لأحبط. هل قال لئن أشركت سنوات أو عدة مرات أو كل يوم؟ لا، لئن أشركت لأحبطن عملك. الشرك خطير جدا. ربنا ذكر الأنبياء 18 نبيا في سياق واحد في سورة الأنعام، وثم ماذا قال؟ قال: ولو أشركوا، شوف، إبراهيم ونوح وإسماعيل وزكريا ويحيى وعيسى، ذكرهم وقال إيش هؤلاء؟ ها، ولو أشركوا، هم أنبياء، لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أنبياء، أي نعم. بل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله له: ولقد أوحي إليك وأنت رسول، والذي من قبلك، من الذي من قبل أوحي إليهم؟ الرسل. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ليس بكثير أن نقضي أعمارنا كلها في التوحيد ومعرفة الشرك حتى نوحد الله ونتجنب الشرك، هذا أعظم شيء. بل ما خلقنا وجئنا لهذه الدنيا إلا من أجل التوحيد. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولذلك إذا دخلوا جهنم في غاية الحسرة يقول عن أنفسهم: تالله، سمعت تالله، قسم بالله، تاء حرف قسم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم أيتها الآلهة برب العالمين. فصرفوا لهم العبادة ما يجب أن يصرف لله وحده، فكانوا في غاية الحسرة والعياذ بالله. نعم. ثم عطف على ذلك فقال باب، قال: ثم عطف على ذلك باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. عطف على ذلك، ايش عطف على ذلك؟ يعني الابواب السابقة اللي هو الذبح لغير الله والنذر لغير الله، عطف عليه ايش؟ قال: باب
من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. نعم، لأن الاستعاذة بغير الله تكون بالقول الذي معه اعتقاد، ولذلك ناسبت أن تكون بعد باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقوله رحمه الله من الشرك من هاهنا تبعيضية كما ذكرنا فيما سبق من الأبواب، يعني من الشرك، هذا واحد من الشرك اللي هو الاستعاذة بغير الله، لأن السجود لغير الله الشرك، الركوع لغير الله الشرك، الذبح لغير الله الشرك، التوكل على غير الله الشرك. فمن للتبعيض، من جزء من الشرك، نوع من أنواعه هو الاستعاذة بغير الله. نعم، كمل. وقوله رحمه الله من الشرك منها هنا تبعيضية كما ذكرنا فيما سبق من الأبواب. والشرك المقصود هنا هو الشرك الأكبر، أي من الشرك الأكبر الاستعاذة بغير الله، لأن الألف واللام أو اللام وحدها الداخلة على قوله الشرك هي للعهد، فتكون عائدة إلى الشرك المعهود وهو الأكبر، يعني باب من الشرك الأكبر الاستعاذة بغير الله. أهل العهد، كيف يعني العهد؟ نسمع دام أهل العهد. العهد عهدان، عهد ذكري وعهد ذهني. طيب، إذا قالك أهل العهد فحسب عادة، أحيانا يقصد أهل العهد الذكري وحيانا يقصد أهل العهد ليش الذهني اللي في ذهنك. كيف العهد الذكري؟ يقول قائل كنا جلوسا فدخل رجل، دخل رجل، هذا ايش يا اخوان؟ رجل نكره ولا معرفه؟ نكره. نكره، رجل دخل رجل، ثم دنا فسلم ثم قال يا شيخ، ثم قام الرجل فقال ثم قام الرجل. ايش الرجل هذا في البدايه؟ ايش قلنا؟ دخل رجل، سلم، جلس، ثم قال الرجل. الرجل توه نكرة، صارت عين ايش؟ معرفة. ال هذه يقول هذا ال اللي توني ذكرته في البداية لما قلت لكم دخل رجل. ففي البداية قال رجل، عرفنا احنا ونتكلم نسمع القصة عن هذا الرجل، فقام الرجل، رجل صار الرجل. فالالف واللام هذه يقال عنها للعهد الذكري اللي تو ذكرت لكم في بداية ايش الجملة، دخل رجل. واضح؟ أستاذ منصور، أنا مكلمة عن فلان الناس كذا، شوف له موضوعه، شوف كذا كذا، فكيف حالك أستاذ منصور؟ ماذا عملت مع الرجل؟ أي رجل؟ ليش؟ اللي في ذهني وذهنك اللي مصتك عليه. إذا كنت تقصد شيء معين في ذهني وذهنك يقال عن ماذا؟ العهد الذهني اللي في بالي وبالك. تبهتم؟ إذا قال قائل كان النبي، ما المقصود بالنبي؟ محمد صلى الله عليه وسلم. دائما المسلم إذا قال كان النبي وقال النبي، إيش مقصود يا أخوان؟ محمد صلى الله عليه وسلم. النبي بالألف واللام هذا يعني محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أطلق النبي فبيناتنا إيش يا أخوان؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فهنا الشيخ يقول من الشرك، يقول الألف واللام الشرك اللي في ذهني وذهنك اللي هو الشرك بالله عز الأكبر. فهذا معنى يقول ال العهد الذهني. لو كان ال، ذكرنا ال في جملة، ذكرنا نكرة فلان امرأة، المرأة اللي شوي تحدثنا عنها، أو رجل أو أعرابي أو ضيف، جاءنا ضيف ثم تبين لنا أن الضيف أي ضيف، مو قلت لك جاءنا ضيف اللي قاعد أقص لك قصته، فتسمى حينئذ إيش؟ قال العهد الذكري اللي ذكرته قبل قليل. لكن إذا قلت قال وفي ذهني وذهنك واحد مقصود معين يسمى ماذا؟ يسمى قال العهد الذهني. الشيخ هنا يقول، هنا قال من الشرك، أي شرك؟ الشرك اللي بالله عز وجل، اللي هو عبادة غير الله، هذا هو الشرك.
تبهتم؟ ولذلك إذا أردت غير ما في ذهني وذهنك لابد أن تقيده، لابد أن تقيده. يعني إذا قال قال الكافر، ما المقصود بالكافر؟ ها؟ اللي يكفر بالله عز وجل. تبهتم؟ أي بعض يعني يكون راسلني قال أنت كافر، تعوذ بالله، قال كافر ابن 16,000 كافر، قلت تعوذ بالله، شفت أنتم خوارج؟ قال لا، كافر يعني معناه مزارع، ها؟ ها؟ يعجب إيش؟ يعجب الكفار. يعني إيش الكفار؟ يعني الزراع. قلت طيب أنا مش مزارع، لا تقول 16,000، شو أنا لآدم يمكن ما يوصل 16,000 جد، من قالك إن أجدادي أنا كلهم مزارعين؟ لا أنا ولا أبوي ولا جدي اللي أعرفهم إنهم مزارعين. إيش حط إذا قلت الكافر، آه مفروض أن وقلت كافر ماذا يا إخوان؟ اللي في ذهني ذهنك، وتقول أنا أقصد شيء ثاني. إذن لو كنت تقصد شيء ثاني ماذا يا إخوان؟ لابد أن تعينه بالسياق وبالكلام حتى تقول الكافر المزارع. ها؟ ذاك ربنا جعله قال، يعني لما قال كمثل غيث، الغيث المطر، يعجب الكفار يعني الزراع، غيث يعجب الزراع اللي يزرعون يعجبهم هذا. ضرب الله مثل الدنيا بذاك الغيث اللي يعجب الكفار اللي هم الزراع، ثم يهيج فترى بعد ما يخضر ثم يهيج ترى مصفرا ثم يكون حطاما. الزراع هنا الكفار يعني زراع، السياق يدل على هذا. مش تقول حق واحد يا كافر بتقول انا اقصد يا كافر يعني كافر بالطاغوت مؤمن بالله، لا تريد تقول قول كافر بالطاغوت قيدها، ها؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قل يا اخي يا كافر بالطاغوت اقبلها منك، مش تقول لي يا كافر اعوذ بالله تكفرني، لا انا اقصد انك كافر بالطاغوت. تمشي هذه؟ ما تمشي. إذا قلت كافر العهد اللي بذهني ذهنك الكافر اللي هو كافر بالله. تبهتم؟ الشيخ يقول لما قال من الشرك الاستعاذة بغير الله، أي شرك؟ الشرك بالله الأكبر. كيف عرفت؟ قال ال العهد، عرفت الحين طولناها عهد وذكر، ال للذكر ها وأهل وال للعهد، الذكر المذكور قبل قليل في الجملة، العهد اللي فيه اللي الذهني اللي في ذهني وذهنك، بس مر عليك مرة ثانية خلاص فهمتها يا بدر الحين. قال للذكر وقال للعهد، خلاص أسألك عنك، يلا تفضل كمل. قال والاستعاذة طلب العياذ، يقال استعاذة إذا طلب العياذ. كيف عرفنا أن الاستعاذة طلب؟ السين من السين والتاء، فإن السين والتاء للطلب. نعم. والعياذ ما يؤمن من الشر كالفرار من شيء مخوف إلى ما يؤمن منه أو إلى ما يؤمن منه. نعم. ويقابلها اللياذ وهو الفرار إلى طلب الخير والتوجه إليه والاعتصام به والإقبال عليه لطلب الخير. اللياذ تلوذ بالله يعني تطلب منه خيرا يحقق لك، تعوذ بالله يعني تطلب منه أن يؤمنك من شر. نعم. والاستعاذة استفعال ومادة استفعل موضوعة في الغالب للطلب، فغالب مجيء الألف والسين والتاء للطلب. الأغلب في السين والتاء تعطي معنى الطلب، استغفار، استرحام، استسقاء، استشفاء، هذا الغالب. هذه المادة، أي مادة؟ شو يعني المادة؟ يعني الكلمة لها مادة، ميزان يوزن فيها، ها؟ مثل ضربة يقولك على وزن فعل، عرفت؟ يضرب على وزن يفعل، ضارب على وزن فاعل، مضروب على وزن مفعول، هذا الوزن يوزن في الكلمات. استعاذ على وزن استفعل، يعني غالبا هي للطلب. فغالبا فغالب مجيء الألف والسين والتاء للطلب. فمعنى استعاذة؟ فمعنى استعاذة واستعان واستغاث واستسقى طلب تلك الأمور. استعاذة طلب العوذ أو طلب العياذ، استعانة طلب العون، استغاثة طلب الغوث، استسقى طلب السقية. نعم. وتأتي أحيانا للدلالة على كثرة الوصف في الفعل، كما في قوله عز وجل واستغنى الله، فاستغنى ليس معناها طلب الغنى، أصلا الله هو الغني،
ما يطلب إيش الغنى من أحد، صح؟ ما الدليل بأن الله هو الغني ما يطلب الغنى من أحد؟ من اسمه، من اسمه الغني القيوم. إيش قلنا القيوم؟ يعني القائم بنفسه، ما في أحد يمده لا بالغنى ولا بالسمع ولا بالبصر ولا بالقوة ولا بالقدرة ولا بالعلم. ما في واحد يعلم الله شيئا، ولا في واحد يحيي الله، ولا في واحد يعطي الله السمع ولا البصر ولا القدرة ولا لا لا لا. قيوم، ولذاك قيوم يتعلق بأي صفة من صفاته جل وعلا وبأي اسم من أسمائه، كل أسماء الصفات الله فيها ماذا؟ قيوم، يعني القائم بنفسه في جميع صفاته، واضح؟ طيب ربنا جل وعلا الحي القيوم، هو الحي بذاته القيوم بحياته، وإذاك أهل الجنة يحيون فيها ويموتون، ما الفرق؟ الله جل وعلا لا يموت وأهل الجنة لا يموتون، لكن أهل الجنة لا يموتون لإحياء إلا لهم، وربنا جل وعلا لا يموت لأنه إيش؟ حي قيوم قائم بذاته. فليس معنى استغنى أي أنه طلب الغنى، لا، وإنما صحيح أنه استغنى على وزن استفعل، لكن ذاك يقول غالب السين والتاء للطلب، فاستغنى لا تعطي معنى طلب الغنى، وإنما لكثرة غناه، لأنه الغني، لأن الألف واللام أيضا هذا إيش؟ الاستغراق، كل الغنى الله يتصف به سبحانه وتعالى. نعم. قال: وإنما جاء بالسين والتاء هنا للدلالة على عظم الاتصاف بالوصف الذي اشتمل عليه الفعل وهو الغناء، فاستعاذ واستغاث واستعان وأشباه ذلك فيها طلب، والطلب من أنواع التوجه والدعاء، لأن الطلب يدل على أن هناك من يطلب منه، والمطلوب منه لما كان أرفع درجة من الطالب كان الفعل المتوجه إليه يسمى دعاء. ولهذا فإن حقيقة الاستعاذة لغة ودلالتها شرعا هي طلب العوذ أو طلب العياذ، طلب العوذ أو العياذ، نعم، وهو الدعاء المشتمل على ذلك. والاستغاثة هي طلب الغوث وهو دعاء مشتمل على ذلك، وهكذا في كل ما أن الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، فالاستغاثة الدعاء أيضا لكن دعاء خاص، سؤال الله إزالة الشدة يقع عنه إيش؟ استغاثة. يعني لو واحد بقال يا رب يا رب يا رب حصل اللون الأبيض ما يكون قد نفذ من السوق، هل هذا استغاثة؟ أنا قال يا رب يا رب، دع الله أن يرزق اللون الأبيض، لكن واحد عنده مصيبة يا رب يا رب يا رب أنجو منها، هذا إيش؟ استغاثة. فاستغاثة أن تدعو الله أن يزيل عنك شدة يقال استغاثة، وعلى هذا كل استغاثة هي دعاء وليس كل دعاء استغاثة، والاستعاذة أيضا دعاء، وهي إيش؟ تسأل الله أن يعيذك أن يحميك مما يؤذيك من إنس من جن من سحر من حسد، تسأل الله، فهو نوع من الطلب أيضا. نعم. قال: وهكذا في كل ما فيه طلب نقول إنه دعاء، وإذا كان دعاء فإنه يكون إذا كان طلب من الله عز وجل ما يقال فعل أمر، إن لو قال اعرب اغفر لنا ارحمنا اعفو عنا، ما تقول اغفر فعل أمر، إنك أنت ما تأمر الله، وإنما ماذا؟ تأدب مع الله، تقول اغفر فعل دعاء مبني على السكون، ارحم فعل دعاء، ما تقول فعل أمر، إذا قلت فعل أمر كأنك إيش؟ تأمر الله، أنت ما تأمر الله، أنت تسأله، واضح؟ نعم. كمل. قال: والعبادة حق لله وحده دون من سواه، كما قام الإجماع على هذا، ودلت النصوص عليه كقوله سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكقوله: وقضى ربك أن لا. المساجد إيش معنى المساجد؟ فسرت بمعنيين بتفسيرين، المساجد يعني بيوت الله، نحن الآن في مسجد، جمع المسجد إيش؟ مساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. والتفسير الثاني: المساجد يعني الأعضاء للتسجد عليها، والمسلم المأمور كما في حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هذه الأعظم السبع من خلقها؟ الله، هي لله، فاسجد فيها
اجعل السجود بهذه المساجد لله وحده. قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أي تفسير صحيح؟ مساجد بيوت الله فلا تدعو مع الله أحدا، ولا أعضاءك تسجد عليه لله فلا تدعو مع الله أحدا؟ كلاهما، لأن لا تعارض بينهما. صحيح المساجد كلها لله، وصحيح الأعضاء لا تسجد عليه كلها لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم. وكقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكقوله أيضا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن فكل فعل من الأفعال أو قول من الأقوال فيه طلب يكون عبادة لأنه دعاء، وكل طلب فهو دعاء، والطلب يختلف نوعه ومسماه باختلاف المطلوب منه. فإذا كان الطلب من مقارن فيسمى التماسا. وإذا مقارن يعني واحد، تقول واحد مستواك تقول أعطني كذا، هاي تلتمس أن يعطيك. يعني أحيانا تطلب من واحد مقارن لك، وأحيانا تطلب من واحد أدنى منك، كان يقول السيد لخادمي افعل، هذا أمر. واحد مستواك التماس، الله عز وجل له أعلى منك، فدعاء سؤالك له ماذا؟ دعاء. في فرق بين دعاء التماس أمر، واضح؟ نعم. وإذا كان لمن هو دونك فيسمى أمرا. نعم. وإذا كان ممن هو أعلى منك فيسمى دعاء. والمستعيذ والمستغيث لا شك أنه طالب ممن هو أعلى منه لحاجته إليه. فلهذا يصح أن يكون كل دليل فيه ذكر إفراد الله جل وعلا بالدعاء أو بالعبادة دليلا على خصوص هذه المسألة، وهي أن الاستعادة عبادة من العبادات العظيمة. وإذ كانت كذلك فإن إفراد الله بها واجب. طيب، يعني كل الاستعادة، الاستغاثة، الاستعانة، كلها طلب من العبد لله عز وجل، إما أن يطلبه أن يغيثه، أو يطلبه أن يعيده، أو يطلبه أن يعينه، فكلها داخلة في الدعاء. فقوله جل وعلا فلا تدعو مع الله أحدا يشمل ماذا؟ يعني لا تستغيث بغير الله، لا تستعين بغير الله، لا تستعيذ بغير الله، لأن هذه كلها طلبات. لكن ترى نوع الطلب، ترى يكون عوذ، وترى تطلب العون، وترى تطلب الغوث، فهي كلها إيش؟ كلها دعاء. فلذلك كل الأدلة التي تأمر بدعاء الله وحده صالح لا تكون دليل على وجوب الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة بالله وحده، صح؟ كقول جل وعلا فلا تدعو مع الله أحدا، كقول جل وعلا لا تدعو مع الله إلها آخر، كقول جل وعلا فادعوا الله مخلصين له الدين. ادعوا الله بماذا؟ ها، بأن تستغيثوا به، بأن تستعينوا به، بأن تستعيذوا به، كلها أدعية. نعم. وقوله هنا من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى، هذا الغير شامل لكل ما يتوجه إليهم بالعبادة ويشركونهم مع الله، ويدخل في ذلك بالأولية ما كان المشركون الجاهليون يتوجهون إليهم بالعبادة من الجن والملائكة والرسل والأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار وغير ذلك من معبوداتهم. يقول قوله بغير الله يشمل من؟ يشمل ماذا بغير الله؟ ها، كل من سوى الله، سواء هذا المستعاذ به جن، إنس، ولي، شجرة، شيطان، بقرة، كل هذا هو غير الله. فلا تستعيذ بأي إله من هذه الآلهة، بأي نوع من أنواعها، حتى ولو كان من الأنبياء، حتى لو كان من الأولياء، حتى لو لا تستعيذ، لا تستغيث، لا تستعين بغير الله عز وجل. نعم. لكن هل مقصوده بقوله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى شمول هذا الحكم على فاعله بالشرك لكل أنواع الاستعاذة ولو كان فيما يقدر عليه المخلوق؟ لا طبعا، مثل الاستعانة، لو أن شخصا ما استعان بأخيه لحمل شيء ثقيل، هل هذا شرك؟
حي وقادر وأمامك، لو سمحت أعني على حملي هذا، هذا شرك؟ لا. ربنا يقول في كتابه ماذا؟ وتعاونوا، صح؟ يعني اطلع فليعن بعضكم بعض، تعاونوا تفاعلوا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الاستغاثة طلب إزالة الغوث. موسى ماذا قال الله في حقه؟ فاستغاثوا الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكز موسى فقضى عليه. لكن هذا موسى أمامه قادر أن يغيثه فغاثه، ضرب الفرعون مات. لكن أن تستعين بغير الله على أمر لا يقدر عليه إلا الله، أو تستغيث بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أو تستغيث بالأموات، أو تستعيذ بالأموات، أو بأمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا ماذا؟ هذا من الشرك. إذن فيه تفصيل. ولذلك أهل البدع دائما يقولون يعني لو قلت لقال خذ بيدي، لا لا تخذ، مشرك مشرك، قال خذ بيدي، خذ بيدي، أنت غرقان ولا بحفرة تقول حق واحد خذ بيدي، حي أمامك وتقول خذ بيدي، هو قادر يأخذ بيدك، هذا مو الشرك، ما قلنا أصلا هذا الشرك. لكن أنت تستعين بميت من قبل منذ قرون ومن قارة أخرى وفي ليل وفي نهار، وهذا يستغيث وهذا يستغيث وهذا يستغيث في واحد ميت قبل مئات السنين، هذا لو كان حيا ما استطاع أن يغيث هؤلاء، لا كل واحد يتكلم بلغة وكل واحد في ساعة وكل واحد في وقت، فيسألون هذا الميت عبر القارات وفي جميع الأوقات، ويسألون كل الحاجات وفي كل اللغات. يعني مثل هؤلاء الذين يستعينون مثلا بالحسين، يا حسين يا حسين، طيب الحسين لو كان حيا رضي الله عنه هل يستطيع أن يغيث هؤلاء؟ هل يفهم لغتهم أصلا؟ هل يسمعهم أصلا عبر القارات؟ طيب الليل في النهار بكل لحظة على وجه الأرض الذي يقول له يا حسين، هذا يسأل الولد، وهذا يسأل النصر، وهذا يسأل المال، وهذا يسأل الشفاء عبر القارات وفي جميع الأوقات وبجميع اللغات، ويسألون كل الحاجات، ماذا بقي لله عز وجل؟ ذلك الله وحده الذي ماذا يا أخوان؟ يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، أما يجيب المضطرة ويكشف السوء وجعل خلفاء الأرض إله مع الله، ذلك الله الذي قال عن نفسه وإذا سألك عبادي ها عني وعن الحسين عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، كل وقت كل وقت ليل نهار يسمع دعائك بأي لغة؟ كل اللغات، في أي وقت؟ كل الأوقات، في أي حاجة؟ كل الحاجات، هو بيدي ملكوت السماوات والأرض. هذا ما يصلح الفعل إلا مع الله وحده، هو الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعا، هو الذي يجيب المضطر، هو الذي بيدي ملكوت السماوات والأرض، هو سميع الدعاء، هو القادر على كل شيء. تصور صرفوا هذا الحق لغير الله، فجعلوا مخلوقا هو الذي يستغاث به ويستعان به ويستعاذ به ويسأل ويدعى ويطلب الحاجات عبر القارات بجميع اللغات ليل نهار. إذا هذا ما هو الشرك ماذا بقي؟ إذا هذا ليس بشرك إذا ما هو الشرك؟ وإذاك بعض الناس إذا قال عن هؤلاء الذين يدعون غير الله مشرك أنهم مشركون، قال يا أخي لا تكفرهم، أولا أنا ما كفرتهم، هم الذين هم اللي اختاروا الكفر، هم الذين يدعوا غير الله، هو يدعو غير الله وأنا اللي كفرته، هو اللي كفر كما قال الله في كتاب شاهدين على أنفسهم بالكفر، هو اللي يشرك. لكنه يقول لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود يستحق العبادة من دعاء من توكل من ركوع من سجود من إلا الله. هو ماذا يفعل؟ يقول لا إله إلا الله، وماذا يفعل؟ يعبد غير الله. هذا ما إذن هو أما أنه لا يفهم لا إله إلا الله، يقوله مش فهم معناه، بدليل أنه يقول لا إله إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله، ويذهب ويعبد غير الله، أو أنه كاذب في قوله لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله لا يستحق العبادة إلا الله وهو يعبد غير الله. انتبهتم؟ أما الذي يقول لا إله إلا الله لابد أن يقول عن إخلاص وعلم ويقين، فاعلم أنه لا إله إلا الله لا يستحق العبادة إلا الله، علمت هذا فماذا تفعل؟ تجعل عبادة كلها
لله. كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا والمسلمين. فيلجأ الله وحده، ويتوكل على الله وحده، ويستعيذ بالله وحده، ويستغيث بالله وحده، ويستعيذ بالله وحده، ويركع لله وحده، ويسجد لله وحده، فلا يدعو إلا الله في جميع العبادات. هذا هو الواجب، هذا هو التوحيد. نعم تفضل. قال والجواب أن هذا فيه تفصيل. فمن العلماء من يقول الاستعادة لا تصلح إلا بالله، وليس ثم استعادة بمخلوق فيما يقدر عليه، لأن الاستعادة توجه القلب واتصامه والتجاؤه ورغبته، وهذه المعاني جميعا لا تصلح إلا لله جل وعلا. من العلماء من يقول الاستعادة ما تكون إلا بالله وحده، مثل ماذا مر معنا؟ توكل. توكل ما يجوز أن تتوكل على الله وعلى غير الله، كما لا يجوز أن تتوكل على الله ثم على غير الله. لا، التوكل عمل قلبي. نعم يصح التوكيل، تفوض واحد يقضي عنك المعاملة، يعقد عقد، يشتري لك شيء، لكن تعتمد بقلبك عليه؟ لا، ذلك الله وحده. حتى ما يصح أن تقول توكلت على الله ثم على فلان، يا أخي هذا الشرك. لا، قلت ثم، لا ثم مش كل مرة تضع ثم، انتبهتم؟ ها حسب على مثل لولا الله ثم. في واحد في قدم السعودية توظف قاعد يباك ناكل، ذكر يقول ثم كل شيء، يقول ثم هو حسب على إطلاقها، قاس جاي عليه قال جت على الله ثم الطيارة، قال لا مو هكذا، ثم تضعها في كل مكان، انتبهتم؟ إذا قلت لولا الله ثم فلان صح. فالتوكل ما في توكل على الله ثم فلان، لا، توكل على الله وحده. الاستعاذة قيل كذلك فيها أن لا تستعيذ إيش إلا بالله وحده، ما تستعيذ بالله ثم بفلان، هذا قول. قول آخر، وقال آخرون قد جاءت أدلة بأنه يستعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه، لأن حقيقة الاستعاذة طلب كفاف الشر وطلب العياد، وهو أن يستعيذ من شر أحدق به، وإذا كان كذلك فقد يملك المخلوق شيئا من ذلك. وعلى هذا فتكون الاستعاذة بغير الله شركا أكبر، إذا كان ذلك المخلوق لا يقدر على أن يعيد، أو طلبت منه الإعادة فيما لا يقدر عليه إلا الله. والذي يظهر أن المقام كما سبق فيه تفصيل، وهو أن الاستعاذة فيها عمل ظاهر وفيها عمل باطن. فالعمل الظاهر أن يطلب العوذة وأن يطلب العياذة، وهو أن يعصم من هذا الشر أو أن ينجو من هذا الشر، وفيها أيضا عمل باطن وهو توجه القلب وسكينته واضطراره وحاجته إلى هذا المستعاذ به واعتصامه بهذا المستعاذ به وتفويض أمر نجاته إليه. فإن كانت الاستعاذة تجمع هذين النوعين فيصح أن يقال إن الاستعاذة لا تصلح إلا بالله، لأن منهما ما هو عمل قلبي كما تقدم، وهو بالإجماع لا يصلح التوجه به إلا لله. وإذا قصد بالاستعاذة العمل الظاهر فقط، وهو طلب العياذ والملجأ، فيجوز أن يتوجه بها إلى المخلوق، وعلى هذا يحمل الدليل الوارد في جوازها. إن كان في شيء جائز من الاستعاذة بغير الله فهو من الأعمال الظاهرة التي في من مخلوق حاضر قادر أن يعيدك من الشيء فلان، فلا يجوز أن تكون إيش استعاذة قلبية مثل التوكل على غير الله، ولا يجوز الاستعاذة بمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. نعم. فحقيقة الاستعاذة إذن تجمع بين الطلب الظاهر والمعنى الباطن، ولهذا اختلف أهل العلم في جواز طلبها من المخلوق. فالذي ينبغي أن يكون منك دائما على ذكر أن توجه أهل العبادات الشركية لمن يشركون به من الأولياء أو الجن أو الصالحين أو الطالحين أو غيرهم، أنهم جمعوا بين القول باللسان وأعمال القلوب التي لا تصلح إلا لله جل وعلا. وبهذا يبطل ما يقوله أولئك الخرافيون من أن الاستعاذة بهم إنما هي فيما يقدرون عليه، وأن الله أقدرهم على ذلك، فيكون إبطال مقالهم راجعا إلى جهتين. الجهة الأولى أن يبطل قولهم
إن هذا الميت أو هذا الجنية يقدر على هذا الأمر الذي طلب منه، فإذا لم يقتنع بذلك أو حصل عنده اشتباه ما انتقل السني إلى الجهة الثانية من الإبطال. يعني هؤلاء يقول لك طيب أنت ليش تستعيذ بالمخلوق بالميت؟ يقول هذا ولي نال البيت، أعطاه الله عز وجل وهبه لأنه ولي، وهبه القدرة على أن يستعاذ به فيعيذ. وما أدراك، من قالك بأن الله أعطى هذا الميت القدرة على أن من استعاذ به أعاذه؟ هذا كلام باطل، هذا كذب. بل أمر الله عز وجل نستعذ بمن به جل وعلا، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ما قال الله قط بأنه أعطى أحدا القدرة على أن يعيذ الناس وهو ميت، ما قال الله لنا ذلك، مش راضي يقتنع، قال كلمه بالجهة الثانية. نعم، الجهة الثانية قال انتقل السني إلى الجهة الثانية من الإبطال، وهو إثبات أن الاستعاذة فيها توجه بالقلب إلى المستعاذ به واضطرار إليه واعتصام به وافتقار إليه، وهذا الذي توجه إلى ذلك الميت أو الولي قد قامت هذه المعاني بقلبه، ولا يجوز أن يكون شيء من ذلك إلا لله وحده عز وجل. فنقول إذن الاستعاذة بغير الله شرك أكبر، لأنها صرف عبادة لغير الله جل جلاله، لكن إن كانت الاستعاذة في الظاهر فقط مع طمأنينة القلب بالله وتوجهه إلى الله وحسن ظنه بالله، وأن هذا العبد إنما هو سبب وأن القلب مطمئن لما عند الله، فإن هذه تكون استعاذة بالظاهر، وأما القلب فإنه لم تقم به حقيقة الاستعاذة، وإذا كان كذلك كان هذا جائزا. طيب، أرجو أن يكون واضحا، نقتبها القدر الله أعلم، صلى الله وسلم بارك محمد وعلى آله أجمعين.